غصت منصات التواصل الاجتماعي بخبر تعرض نجم الراي الشاب بلال لحادث سير خطير بعدما اصطدمت سيارته بسيارة نقل كبيرة كانت تحمل الكثير من المواشي، ما أدى إلى إصابته بغيبوبة ونقله إلى المستشفى. وخلف هذا الخبر الذي يبدو أنه عبارة عن إشاعة حالة من القلق بين عشاق الشاب بلال في الوطن العربي الذين طالبوه بالخروج لنفي هذه الأخبار وطمأنتهم عليه، في حين أنه اختار تجاهل كل ما يتردد عنه